انطلقت يوم أمس الاثنين أعمال مؤتمر الحوار الثاني حول التعاون الآسيوي في العاصمة التايلاندية بانكوك. تشارك الصين في المؤتمر ممثلة بوفد رفيع المستوى يرأسه نائب الرئيس الصيني لي يوان شاو، حيث ألقى كلمة بعنوان تعزيز الحوار حول التعاون الآسيوي وبناء مجموعة مشتركة للمصير الآسيوي. موضوع المؤتمر لهذا العام هو قوى متنوعة وآسيا واحدة، حيث أجرى المشاركون في المؤتمر مناقشات حول تعزيز التعاون المتبادل ودفع التطور والتكامل في آسيا. ودعت الصين بدورها إلى دور تحرك آسيا نحو مجموعة مشتركة للمصير وخلق المستقبل الآسيوي الجديد، آملة في بناء مجموعة مشتركة للتطور والمصلحة والسلامة والمسؤولية من خلال هذه الآلية. كما تناشد الصين كافة الدول الآسيوية تعزيز التضامن والتعاون والحفاظ على الاستقرار في آسيا ودفع الترابط والتواصل وتعميق الاندماج الآسيوي، فضلا عن التركيز على التعاون المتسم بالمنفعة المتبادلة ودفع التطور في آسيا. هذا وأقر ملتقى الحوار في نهاية المطاف وثائق مكاسب الحوار حول التعاون الآسيوي ورؤية الحوار للتعاون الآسيوي لعام 2030 وإعلام بانكوك والبيان الخاص بتعزيز التنمية الآسيوية عبر علاقات شراكة الترابط والتواصل، فضلا عن قبول تركيا والنيبال كعضوين جديدين في المؤتمر. كما تدعم الصين دائما وأبدا آلية الحوار هذه لتعميق التعاون العملي من خلال استضافة منتدى التعاون العملي حول طريق الحرير ومنتدى التعاون بشأن بناء مشترك الحزام والطريق وغيرهما من الأنشطة الأخرى.